وإمامه. سوى هذه الكلمة التي صدح بها شيخنا النمر، شيخ النمر ليس ساكن في الحجاز، ساكن في قلوبنا. نعم أيها الأحبة، إن في أرض العكر هناك ساحة تسمى بساحة النمر، فعلوها ضعوا له صورة وارفعوها. إن هذا البطل رفع رؤوسنا. نعم تحدى الظالمين وقال كلمة الحق، فأهدم ولا نعلم هل أهدم أم أهدم حتى الموت. ألا لعنة الله على الظالمين. الموت جاء